مر علي كلاما جميلا في ترجمة يحيى ابن معين رحمه الله الإمام المعروف، يقول: كانت عادتي كل ليلة إذا دخلت البيت أقرأ آية الكرسي على بيتي وأولادي ونفسي، أقرأ آية الكرسي أكثر من مرة. يقول: ليلة من الليالي لما قرأتها عدة مرات إذا بي أسمع بصوت داخل البيت، يسمع صوتا ولا يرى من يحدثه، لكن سمع صوتا يقول له: كم تقرأ هذه؟ يعني كم مرة تقرأ هذه؟ كأنه لا يحسن قراءتها إلا أنت، هذا الصوت الذي يسمعه يقول: كم مرة أنت تقرأ هذه؟ كأنه لا يحسن أحد من الناس قراءتها إلا أنت. يقول: فقلت له: أرى هذا يسوءك؟ والله لا أزيدنك. أرى هذا يسوءك؟ والله لا أزيدنك. يقول: فزدت في قراءتي لهذه الآية. الشاهد أن قراءة هذه الآية بصدق في البيت وعلى الأولاد وعلى النفس، والمواظبة على قراءتها في الأوقات الواردة في السنة مع استشعار التوحيد الذي قامت عليه الآية وأخلصت لبيانه، هذا كله يبدد ظلمات الشياطين ويبدد السحر والشعوذة وغير ذلك من الباطل. لكن كل ذلك لا بد فيه من صدق مع الله وإخلاص للتوحيد الذي دلت عليه هذه الآية المباركة. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بإعجاب وتعليق.